بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورة البقرہ کی آیات نمبر 269 اور 260 اور 261 لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ. آپ بھی میرے پیچھے اس ویڈیو کو غور سے سنیں، ریوائز کریں. امید ہے کہ ویڈیو کے اند میں آپ کو یہ تینوں آیات تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائیں گی. اور جو حضرات میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.